عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الممتع، كيف نقطع بصل بلا دموع. حوار إنجليزي جميل، خلينا نتعلم من عند أهم الكلمات. قبل البدء طبعا أحب أن أقدم الشكر الكثير لكم على متابعتكم على تعليقاتكم الجميلة جدا جدا، راح نقرأ بعض هذه التعليقات وأقدم لكم الكثير من الشكر على هذه التعليقات الجميلة. شكرا للأخ يوسف عبد العزيز، يقول شكرا على جهودكم التي ساهمت في تعليم أجيال، أتمنى لو نقدر نساعدكم ونخدمكم في حاجة تقديرا لجهودكم. شكرا لك أخ يوسف، شكر كثير. طبعا أنا أقرأ جميع تعليقاتكم، وهذه تعليقاتكم تحفزني للأكثر ولتقديم الأفضل في قناة سفيرس أكاديمي، فشكرا لك أخ يوسف وشكرا لجميع المتابعين من أينما كنتم. طبعا هدفنا هو تحقيق نشر العلم لأكبر كمية من الناس، ولهذا السبب اللي أتمنى أنه تشاركون هذه الدروس لجميع أصدقائكم والجميع، كل إنسان يحتاج هذه الدروس أنه تشاركوها، هذا أكبر مساهمة وأكبر شكر تقدموا لنا وإلكم طبعا، لأن يعود علينا بالفائدة وبالأجر إن شاء الله. التعليق الثاني من أم وسام، جزاك الله خير أستاذنا الفاضل، حقا فيديوهات رائعة، ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين، بارك الله بك، آمين، وجعلها الله في ميزان حسناتك. شكرا لكم على هذا التعليق الجميل. وعدنا بعض التعليقات أيضا في جروبنا بالواتساب، إذا حابين أن تشتركون بالواتساب بإمكانكم إرسال رسالة ببلدكم واسمكم على الرقم اللي راح يكون أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف، هناك رابط تضغط على الرابط ومن ثم ترسل رسالة باسمك، وإن شاء الله راح نضيفك حتى تشارك معنا بالدورة الصيفية لتعلم اللغة الإنجليزية. من أحد الأخوة يقول إن شاء الله في ميزان حسناتكم، ربنا يسهل عليك كل خطوة في حياتك ويسعدك، شكرا جزيلا. تعليق آخر، صراحة عندما بدأت مع مجموعتكم لاحظت مستوى يتقدم مع كل فيديو، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم أيضا على المتابعة وعلى هذا التعليق الجميل. تعليقات أخرى، موقعكم من الأخ، موقعكم أحد أفضل المواقع لتعلم الإنجليزية، بارك الله بمجهودكم، تقبل الله صيامكم، وكل عام وأنتم ألف خير، وكل عام أنت بألف خير، وأسعد الله أيامك. تعليق آخر يقول صار لي شهرين عم أدرس إنجليزي من خلال دروسكم، استفدت أكثر، شكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله بتعلم اللغة الإنجليزية. وعدنا تعليق من الأخت من المغرب، تحياتي طبعا لجميع أهلنا بالمغرب، أهلنا الأعزاء، تقول الله يرحم والديك ويحفظك ويحفظ بلدك، أنا مواطنة مغربية أبلغك شكري، وأنا بالنيابة عن جميع المتابعين وعن جميع أهلنا بالعراق أيضا أبلغكم الكثير من الشكر على متابعتكم، وإن شاء الله أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير. نختم بتعليق آخر أو تعليقين بالأحرى، طريقتك في التعلم ممتازة جدا، استمر وشكرا. إن شاء الله راح نستمر ببركة دعائكم وطبعا مشاركتكم لهذه المعلومات لأصدقائكم. تعليق أخير، مرحبا والله العظيم، شكرا لأنكم تقدمتوا الأفضل، والله أنا أحلم أكون مبدع في هذه اللغة، أتمنى تساعدوني وشكرا. طبعا شكر لكم على هذه الكلمات الطيبة اللي فعلا تحفزني على الاستمرار أكثر وأكثر. شكرا لكم أحبتي الكرام، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك على هذا الفيديو ومشاركته لجميع أصدقائكم. خلينا الآن نبدأ بحلقتنا الجميلة الرائعة، إن شاء الله راح نستفاد منها كثيرا، خلينا نبدأ الآن. للاستفادة من هذا الدرس الممتع طبعا حضر الكراس والقلم واكتب جميع الكلمات المهمة الجديدة حتى تتعلمها، كرر العبارات بصوت مرتفع حتى تحفظها، التكرار مهم جدا بصوت مرتفع ضروري أيضا. قم بإجراء الاختبار، عندنا اختبار بسيط في نهاية الحلقة في مجموعة من الكلمات، قم بإجراء هذا الاختبار وأيضا أرسل لنا الأجوبة يا أما تحت هذا الفيديو في التعليق أو عبر الفيسبوك أو عبر جروب الواتساب. مدة هذا الدرس 10 دقائق، لذا أصغي جيدا معي من الآن حتى تحفظ أكبر كمية من المعلومات. قم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس للحصول على المزيد من الدروس. خلينا نستمع أنا وأنت الآن إلى هذه العبارات الرائعة. Hello, I'm Harry. Here are today's words. Chopping. Varieties.
hybrid, aroma, breath. Watch and listen to today's report. Does chopping these make you cry? This farmer in the south of England thinks he has the answer. Alistair Findlay has been developing a no-tears onion for 20 years. Each season, he has tasted hundreds of varieties to find the perfect flavour. The new hybrid has a milder taste and aroma than others. That's good news for your eyes and also your breath. Watch the report again with the complete text. Does chopping these make you cry? This farmer in the south of England thinks he has the answer. Alistair Findlay has been developing a no-tears onion for 20 years. Each season, he has tasted hundreds of varieties to find the perfect flavour. The new hybrid has a milder taste and aroma than others. That's good news for your eyes and also your breath. That's it from me. I'll leave you with today's words once again. Chopping. Varieties. Hybrid. Aroma. Breath. إلى هنا انتهى المقطع اللي عندنا لهذا اليوم سمعناه. خلينا الآن نأخذ أهم الكلمات ونشرحها بالتفصيل، ومن ثم نأخذ شرح كامل للكلام اللي قاله بالفيديو، ونرجع نستمع للفيديو مرة أخرى ونشوف كمية الحفظ والكمية الاستفادة اللي استفادناها من هذه الترجمة للمعلومات. يلا خلينا نأخذ أهم الكلمات الآن. عندنا هذه قائمة بالكلمات، خلينا نحفظها كلمات سهلة وسهلة الحفظ ومهمة جدا. إذن الكلمة الأولى chopping 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 يقطع chopping. Varieties varieties أنواع. Varieties varieties. Hybrid hybrid هجين. Aroma نكهة. Breath breath نفس أو تنفس. Breath. Tears tears دموع. Cry, 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 يبكي. Cry. Farmer, farmer, مزارع. Farmer, farmer, مزارع. Developing, developing, يطور. أو تأتي بمعنى تطور أيضا. Developing, developing, يطور. Season, season, موسم. Season. Flavor, flavor, طعم أو نكهة. Flavor, flavor, flavor. اقرأ معي بصوت عالي، خلينا نقرأ الكلمات بشكل سريع، وأيضا انظر للمعنى اللي راح يكون عندنا اختبار بهذه الكلمات في نهاية هذه الحلقة. Shopping Shopping. Varieties Hybrid. Aroma Breath. Tears Cry. Farmer. Developing. Season. Flavor. ممتاز، حاول تكرار كل كلمة من هذه الكلمات 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقن اللفظ الصحيح وتتقن معناها بشكل جيد. خلينا الآن نشرح الجمل عبارة عن 3 مقاطع، خلينا نشرحها بالتفصيل حتى نفهم شنو اللي قاله وشلون استخدم هذه الكلمات، وبالأخير راح نرجع نستمع مرة أخرى ونجري الاختبار. المقطع الأول Does chopping this make you cry؟ هل تقطيع هذه يجعلك تبكي؟ Does chopping this make you cry? Does chopping this make you cry? هل تقطيع هذه يجعلك تبكي؟ This farmer هذا المزارع in the south of England في جنوب إنجلترا. This farmer in the south of England thinks يعتقد. Thinks يعتقد. He has the answer. He has the answer. عنده أو لديه الجواب. إذن خلنا نقرأ المقطع أنا وأنت. Does chopping these make you cry? This farmer in the south of England
thinks he has the answer. ومعناها هل تقطيع هذه يجعلك تبكي؟ يعتقد هذا المزارع في جنوب إنجلترا أن لديه الجواب. Answer, جواب, answer. إذن هذا المقطع الأول، خروح المقطع الثاني ومن ثم إلى الثالث. Alistair Findlay has been developing هذا الشخص عفوا قد طور no tears بدون دموع onion بصل بدون دموع for 20 years لمدة 20 سنة لمدة 20 سنة for 20 years for 20 years each season كل فصل he has tested hundreds of varieties to find the perfect flavor في كل موسم كان يتذوق tasted يتذوق hundreds مئات of varieties من الأصناف ومن الأنواع to find للعثور to find the perfect flavor للعثور على النكهة المثالية. خلينا نقرأ هذا النص مرة أخرى بعد أن عرفنا معاني هاي الكلمات. Alistair Findlay has been developing a no-tears onion for 20 years. Each season he has tasted hundreds of varieties to find the perfect flavor. ممتاز. خلينا نروح المقطع الأخير ونترجمه ونرجع نستمع للفيديو مرة أخرى ونشوف كمية الحفظ اللي حفظنا. The new hybrid has a milder taste. إذن الهجين الجديد من البصل طبعا له طعم ورائحة أخف milder أخف taste and aroma than others من الآخرين من أنواع البصل الأخرى طبعا. The new hybrid has a milder taste and aroma than others. لديه طعم ورائحة أو نكهة أخف milder أخف من الآخرين من أنواع البصل الأخرى طبعا. That's good news. That is good news for you for your eyes. إذن هذه أخبار جيدة لعينيك. That is good news for your eyes. هذه أخبار جيدة لعينيك. And also your breath. وكذلك لنفسك لأنفاسك للنفس. جيد. بعد أن عرفنا المعنى خلينا نقرأ الجملة وننتقل إلى سماع المقطع مرة أخرى. The new hybrid has a milder taste and aroma than others. That is good news for your eyes and also your breath. ممتاز. الآن بعد أن قرأنا المقطع وفهمنا خلينا نروح نستمع لكلام هذا الشخص مرة أخرى حتى نشوف الكمية اللي حفظناها من هذه المعلومات. يلا نبدأ. Hello, I'm Harry. Here are today's words. Chopping. Varieties. Hybrid. Aroma. Breath. Watch and listen to today's report. Does chopping these make you cry? This farmer in the south of England thinks he has the answer. Alistair Findlay has been developing a no-tears onion for 20 years. Each season, he has tasted hundreds of varieties to find the perfect flavor. The new hybrid has a milder taste and aroma than others. That's good news for your eyes and also your breath. Watch the report again with the complete text. الآن فلنستمع مع قراءة النص بنفس الوقت. Does chopping these make you cry? This farmer in the south of England thinks he has the answer. Alistair Findlay has been developing a no-tears onion for 20 years. Each season, he has tasted hundreds of varieties to find the perfect flavor. The new hybrid has a milder taste and aroma than others.
That's good news for your eyes and also your breath. That's it from me. I'll leave you with today's words once again. Chopping. Varieties. Hybrid. Aroma. Breath. ممتاز. الآن استمعنا للمقطع مرة أخرى وأتمنى تكونوا استفدتم فعلا وفهمتوا الكثير من الكلمات اللي تكلم بها بعد أن شرحناها بالتفصيل الممل. طبعا خلينا الآن نروح للاختبار. عندنا الاختبار الآن. حضر ورقة وقلم، اكتب معاني هذه الكلمات أو اكتب الأجوبة أسفل هذا الفيديو بالتعليق أو من خلال الجروب في الواتساب أو في الفيسبوك. يلا خلينا نأخذ هاي الكلمات ونقول الإجابة عليها. chopping. chopping ما هي معناها؟ اكتب معناها بالعربي. نروح للكلمة الثانية. أنواع. كيف نقول كلمة أنواع بالإنجليزي؟ hybrid. هجين، هذه معناها موجود. aroma. aroma ما هي معنى aroma؟ اكتب لي بالعربي. breath، نفس أو تنفس. tears، اكتب معناها بالعربي أيضا هنا. ويبكي، كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ مزارع، كيف نقولها بالإنجليزية؟ developing، يطور أو تطور. season، ما معنى كلمة season؟ وما معنى كلمة طعم؟ هنا كانت عندنا أيضا شرحناها بداية الحلقة. بإمكانك الرجوع إلى بداية الحلقة وحفظ الكلمات بشكل جيد والعودة إلى هنا وإجراء الاختبار. بالنهاية خلينا نستمع للمرة الأخيرة لهذا الفيديو حتى تترسخ عندنا الكلمات ونحفظها من أول مرة ونتمكن من استخدامها مباشرة إن شاء الله. يلا خلي نروح نستمع مرة أخيرة لهذا المقطع. Hello, I'm Harry. Here are today's words. Chopping. Varieties. Hybrid, aroma, breath. Watch and listen to today's report. Does chopping these make you cry? This farmer in the south of England thinks he has the answer. Alistair Findlay has been developing a no-tears onion for 20 years. Each season, he has tasted hundreds of varieties to find the perfect flavour. The new hybrid has a milder taste and aroma than others. That's good news for your eyes and also your breath. Watch the report again with the complete text. Does chopping these make you cry? This farmer in the south of England thinks he has the answer. Alistair Findlay has been developing a no-tears onion for 20 years. Each season, he has tasted hundreds of varieties to find the perfect flavour. The new hybrid has a milder taste and aroma than others. That's good news for your eyes and also your breath. That's it from me. I'll leave you with today's words once again. Chopping. Varieties. Hybrid. Aroma. Breath. ممتاز. والآن انتهى المقطع. أتمنى تكونوا فهمتم أكبر كمية من المعلومات طبعا من هذا الدرس. وإذا عندكم بعض الصعوبات رجعوا راجعوا مرة أخرى. وشكرا لكم على المتابعة، ولا تنسون طبعا أنه أنا أضع الكثير من الوقت لإنتاج هذه الدروس، فأتمنى فعلا أنه تضع الآن على إعجاب، تضغط على إعجاب وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتشارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك وجميع الأشخاص اللي يحتاجون هذه المعلومات القيمة. وانتظرونا إن شاء الله في حلقة قادمة قريبا إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء قريبا.